وش الحبس فين وداك امكاوي كانت ناديك 12 ضرب مهم الزقه 15 فيدك ولا باقي راه مضروب الحسن نسيتي صحاب الحال خويا تخمس مور 12 ديالك نزار نبر الراب يا مور 12 ضربت صباشي ديال الليل خرجت للزنقة نشوف واش العيش شفاف حار العيش ديال كل صباح المهم الريتش بدلو مصدر كاين اكثر من نهار وكاع لي كان داخل سوق راسو الشرف فين وزادو دار نبيع وشرا شفت الدار ما لبس لسمقة فهم بالصف كلشي شد وبتوق يتسنى باش يتقدا لي شي طرف ليل كامل يفتح ويبات يفتح تجواون زيد عمر طردك ديك الريا وشد شد البصار اشرب اشرب زيد اشرب عاود اشرب كوب واللي معاك يتسنى يضحك وباش يكشط ليه الزوب وقف هرب خلاه طايح دودا فقد الواعي مرسوم سكان البلبول وحوايجو خنزين بالقي واللي كان كيبان بنهار جيت ما قدا لي تا حد ناس خطات عليه مو دز باللي لويت شي كريسا ربي الله حتى اللي عندو سيستم يعرفو له ناس وقاريين علم السكره والكيمياء والشطره وش بزنيسا ورطنا عالمك حل ما عمري شفت فحال ورطنا كانوا في الكواليس كي يخرجوا يبدلوا ناس مرضنا وشو جديدة كاتش من كل والدورة ديالو ناس مرضنا سدد الحوش كنشوفوه بيما غير مرضنا وفي نفس الزاقي تحلو بيبن غرب شوية يخرجوا منهم مبنات الخدمة ديالهم كتبدا مرضنا ورجال اللي تمو ملك شدوا ليهم طقسيات حش مرة كتخلصوا بالمتعة ومرة كتخلصوا فوسكات ما فيها باشي كيعاول شي وكل شي ماشي وشي عجبو حالو كاملين بيهم هزين الراس هادك يدني وما فيها حش كتخلص هو جالس عمرك كتشوفو فنهار حش كيدوزو كامل ناس إلا سويت يا صباح يقول لك شحال ما شفتو كش كنعرفو يا مكان تلفوس وشي دير فيه خدمتو كتنايا نخدم كتنايا نردم كتنايا نقطع عرقي على قبل باش نشد جوج دراهم ودابا كتجيني السلام من اللي دخلت في حياة الليل وليت كنشد العقا غير بالسرقة وجيبي ديما تقيل بفلوس واخا عرفهم غادي يرشو عليا كاملين بالذنوب حيت ما غاتنفعش الحيلة باش نغير المكتوب ناس ورطنا عالمك حل ما عمري شفت فحال ناس ورطنا قالي كانوا في الكواليس كي يخرجوا يبدلوا ناس ورطنا وشو جديدة كاتش من كل والدورة ديالو ناس ورطنا سدد الحوايج كنشوفوه ديما غير مرضنا راني عارف كلي فهم الوضع كلي مفهم منو والو حيت لي فني غيكون فتلو عشت شي فلاحية ديالو وسط دروبة لا فيها حتى غرام ديال الامان عندو بعاد يديرو فيك ما بغاو كيف الحيوان عشت دل كلشي مبادر شلك ما مرقع كتشكر لوسخ بالكيلو فيهم ما يقدرو حتى يخطويو يقهروك غير بتخنزير كيف الصغير كيف الكبير ويلا سولتي يقولك عايشي بخير صراحة الغلطة ماشي الغلطة ديالهم غلطة ديال الأمن في ديك الوقيتة كيكونك خصمو في الحصيصة لي جمعوها قبل 12 كل غادي ياخد حقوتي واحد ما غايب قبلاش وعلاش كتمثلو لينا وحنا عايقين بيكم سيناريو ديالكم تسرب هادي شحال من بين يديكم الأمن الوطني رجع غير سمية انت غير جي نهار اللي يشوفوكم كتخدمو بنية ناس ورطنا عالمك حل ما عمري شفت فحال مرضنا قالي كانوا في الكواليس كي يخرجوا يبدلوا ناس مرضنا وشو جديدة كاتش من كل والدورة ديالو ناس مرضنا سدد الحوايج كنشوفوه ديما غير مرضنا مرضنا شيا هادشي كامل كان عايشو بين الزناقة ديالو وتا واحد ما قادر يغيرو علاش بلا ما نتسناو البران يجي بدلو هو صعب الحال علينا السيطرو عرفين الصر مورا 12 بين الدار والزنقه